لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والرب والعلم دافع البلاء والغباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤقر مقهر منفر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى اسود العلا نور الهدى قافر ورى مصباح الغلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين
مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم كشفت رجا بجماله حسنا صلوا عليه وآله فنبرنا بكماله كشفت رجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب مولا كريم وہ سید فیض عالم اور سید داتا کا بخش تک اللہ تعالیٰ کی عرس مبارک کی تقریب کے حوالے سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. اس لیے جو بھی کلام پاک کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے اہتمام کیا گیا ہے دوست احباب لوگوں دوستوں نے جو ناصر محمود صاحب کے اور بھائی بزرگ نیف صاحب نے جو اہتمام کیا ہے مولا کی اس تمام محفل مقدس کا ہر حوالے سے جو بھی ثواب پڑا گیا ہے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے مولا کریم اس کا ثواب تیری بارگاہ مقدس رحمت کے عاجزانہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس رحمت میں بھی عاجزانہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل تمام برحق انبیاء رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تمام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات حضرات رسول اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو بھی ثواب بالخصوص اس کا ثواب حضور سے بھی فیض عالم حضرت سیدنا داتا گنبخش المعروف علی حجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما مولا کریم آپ کی مزید درجات بلند فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوائے رحمت سے مزید آپ کو وسیع حسن نصیب فرما حضور سیدنا غوث العظم دستگیر حضرت سیدنا خواجہ معین کی چشتی اجمیری حضرات خواجگان اللہ علی رحمۃ صلی اللہ کے تمام بزرگان دین کو سوا پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا کریم جن حضرات نے ناصر محمود صاحب نے اور حاجی محمد امیر صاحب نے جو حضور سید فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس مبارک کی تقریب کے حوالے سے جیسے بھی اہتمام کیا مولا کریم اس نیک مقصد کو اس عرس مقدس کی تقریب کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما اور حاجی ناصر صاحب کو حنیف صاحب کو مولا کریم صحت کاملہ تندرستی صحت یابی نصیب فرما جو بھی حاجی ناصر صاحب کی عالی مقبر کی شدید بیماری دعا فرمایا اللہ رب العالمین کو صحت کاملہ نصیب فرمایا مرض کو تندرستی میں تبدیل فرما مولا کریم ان کے کاروبار میں عزت مال میں جان و آبرو میں عزت برکتیں اضافہ نصیب فرما رزق حلال کی آمدن میں مزید ترقی اور برکتیں نصیب فرما نیک مقاصد میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمة نام رکھو تریقے